أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد حالات الحصبة حول العالم باستثناء الأمريكيتين، وأشارت المنظمة أن عدد حالات الإصابة في العالم بلغ نحو 2000 هذا العام أو 1365، وهو أعلى عدد مسجل منذ 2006، مشيرة إلى أن مرض الحصبة قد يفضي إلى الوفاة أو إعاقة الأطفال، وتؤكد دلالة انتشاره على ضعف أنظمة الصحة والمعلومات المغلوطة عن التطعيمات. What we're trying to communicate to you and out to the world is we are backsliding. We are on the wrong track.